قلق وتوتر وصداع وارتفاع ضغط الدم وقلة إنتاجية في الأعمال، تشتت انتباه، كل هالأعراض ممكن تصيبنا بسبب مشكلة جالسين نعايشها يومياً بس ما احنا منتبهين لها، التلوث الضوضائي. التلوث الضوضائي الضوضاء ببساطة مجموعة أصوات غير متجانسة تتجاوز شدتها المعدل الطبيعي وتصير مؤذية للأذن وللصحة بشكل عام. وللتلوث الضوضائي مصادر كثيرة جدا، أهمها وأخطرها صوت الشارع. والضوضاء تقاس بوحدة تسمى الديسيبل، وهي وحدة قياس مستوى شدة الصوت. وعشان يستطيع الشخص النوم والراحة والاسترخاء لابد يكون مستوى صوت الضوضاء من حوله أقل من 25 ديسيبل وأقل من 65 ديسيبل عشان يقدر الشخص يركز ويفكر. أما ضوضاء الشارع فتوصل إلى ما يقارب 80 ديسيبل أحيانا. طيب عندك شك إن شوارعنا مليانة تلوث سمعي؟ تعال خلنا نشوف. أقسى وأشهر وأسوأ ملوث ضوضائي نسمع يوميا ونستخدم كل عشوائية وكأن الموضوع عادي ومو عارفين خطورته علينا، اللي هي بواري السيارات. أدوات الحفر والبناء والإنشاء من الأشياء اللي تعودنا نسمعها يوميا في شوارعنا وطرقنا، وتشكل برضو مصدر رئيسي من مصادر التلوث السمعي. والملوثات السمعية في الشارع ما تقتصر على هالمصدرين اللي ذكرتها بس، فيه الدراجات النارية وأصوات الإطارات والتفحيط وأصوات الشاحنات وبرضو السيارات المعدلة وكذلك سيارات الطوارئ. طيب إيش الحل؟ من أسهل وألطف الحلول اللي ممكن تساعدنا في التغلب على كارثة التلوث الضوضائي اللي هو التشجير، زراعة الأشجار في الممرات والشوارع الداخلية داخل الأحياء على الطرق السريعة. الأشجار، ورق الأشجار يعمل على امتصاص الإزعاج والضوضاء اللي حاصل بسبب السيارات والمركبات. وأهم حل هو الوعي ونشر ثقافة الذوق 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 الذوق. وفي الأخير، الحد من التلوث الضوضائي ما هي قضية ترف، وخطر كبير يهدد صحة الأشخاص في أغلب دول العالم، وأنا وأنت جزء من هالفضاء، ووعينا يصنع الفرق. We'll be right back.